بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. أهلا وسهلا بكم يا متصفحي بوابة زيوسيتي بوانيت، أهلا بكم وبكنا في برنامج صفحات من تاريخ الريف المغربي في أواخر القرن التاسع عشر للرحالة والمستكشف الفرنسي أوغست موليراس من خلال كتابه المغرب المجهول، اكتشاف الريف. في هذه الحلقة سنتوقف عند قبيلتين، قبيلة بني زناسن وبني محيو. فقبيلة بني زناسن توجد كلها تقريبا وسط كتلة جبلية تضاهي في جمالها وخضرتها أجمل المناطق الريفية التي زرناها، وتحد شرقا وفي الشمال الشرقي بإقليم وهران، وشمالا بطريفة، وفي الشمال الغربي بكبدانة، وغربا بولاد ستوت وبني محيو، وجنوبا بقبائل الدهرة. وهي تمتد على مسافة 40 كيلومترا من كل الجهات، وتتوفر على 4 أقسام، وهي بني خالد، بني منقوش، بني عتيق، بني ويريمش. وكان من الطبيعي أن تندمج قبيلة بني محيو الصغيرة جدا داخل جارتها الشرقية الكبيرة، حيث تخضع لها بشكل مطلق منذ قرون. وتوجد في هذه القبيلة، قبيلة بني زناسن، توجد عدد كبير من الزوايا والمساجد، وتكون دوما مليئة بالطلبة والمؤونة. وهذه بعض هذه الزوايا: زاوية سيدي الحاج محمد الصبري، زاوية محي الدين، زاوية سيدي رمضان، زاوية سيدي عبد القادر، زاوية سيدي الحاج بن سعيد، زاوية سيدي علي البكاي، زاوية مولاي إدريس. وتوجد 7 أسواق بالقبيلة: سوق الأربعاء ببني وريمش، سوق الأحد بقرية بني موسى قسم بني عتيق، سوق الثلاثاء بتازغين قسم بني عتيق، وسوق الاثنين ببني منقوش، سوق الأربعاء ببني منقوش، سوق الأربعاء بصغرو بني منقوش، سوق الاثنين ببني خالد. ونساء القبيلة، أي قبيلة بني زناسن، أنيقات، وهن يذهبن إلى الأسواق سافرات الوجوه، لا يكترثن لنظرات الرجال، والرجال يرتدون جلابة رمادية مفتوحة في نصفها الأسفل مثل جلابة الكبدانيين، ويضعون البرنوصة أو البرنوصة فوقها خلال فصل الشتاء. أما في فصل الصيف فغالبا ما يكتفون بالحايك، وهم أبدا لا يتخلون عن أسلحتهم، وهي عبارة عن بنادق جيدة تم شراؤها من الإسبانيين بمليلية، وعن خناجر من صنع تغازوتي، ويتحدثون لغة أمازيغية تسمى الزناتية، وهي متداولة
بين وجدة ودبدو. نكتفي بهذا القدر عن قبيلة أو عن نعم عن قبيلة بني إزناسن وقبيلة بني محيو التي اندمجت في قبيلة بني إزناسن، ونلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله بقبيلة أخرى من قبائل الريف الواردة في كتاب المغرب المجهول لأوغوست موليراس بترجمة الدكتور عز الدين الخطابي سنة 2007. دمتم في حفظ الله ورعايته، رمضان مبارك سعيد، والسلام ختامه.